السلام عليكم الإخوان، كيف ما كتشوفوا هذا بات السرديل، بات السرديل ديال الشينوا اونغيلمو. هاد الناس ديال الشينوا راه ما كيخافوش الله، وكيفاش الدولة كتسمح ليهم باش يدخلوا هاد المنتجات عندنا. المهم احنا غنفتحوه باش تشوفوا بعينيكم اشنو غتشوفوا، اشنو غت يعني الا ما كانش لا مارك ديال الطون معروف، راه كاين ميلو، كاين ايزابيل، كاين طام، كاين جولي، معروفين. اي اسم بان لكم غاير خذوا الحذر منه. المهم كيف ما كتشوفوا حنا غنخويوه دابا في هاد الشبكه الصفايه، وغنحاولوا نغسلوه باش نكتشفوا اشنو كاين الداخل ديالو. ما علينا، بسم الله. عندنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كيوكلوا بنادم، كيفاش الدولة كتسمح لهذا الشيء؟ ما عرفتش والله، ما عرفتش. الدولة كتسمح أن هذه المنتوجات يدخلوا للمغرب، المواطنين يموتوا. شوفوا شوفوا شوفوا، مازال غتشوفوا، مازال. شوف واش هذا طون؟ أقول لي واش هذا طون دابا؟ ما عرفنا واش طون ولا فارميات ولا طوبة ولا سرق الزيت مطحون، وما ترى الصوفة 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 فيه بزاف والله العظيم. مازال غتغسلوه في الاخر غتكتشفوا شي حوايج اللي غيضركم راسكم الخوت، وحق الله العظيم. اللي شاف هذا الفيديو يحاول يبارطاجيه لتعم الفائده. كاينين الناس في البوادي، كاينين الناس في ما عارفينش بحال هاد الحوايج، كيبان لي بات السرديل رخيص كياخذو، راه طون عنده. ما عارفش ان راه الشعب كيموت بالسرطان كثر بهاد الحوايج وبهاد الزمراده. الناس اللي لاباس عليهم راه كيمشيو للسوبر مارشي الكبار وكياخذوا. شوفوا الخوت اش كنكتشفوا، شوف 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 شوف، واش هذا طون هذا؟ ترى ما عرفت شنو هو، والله ما عرفت واش شنو هو هذا والله. انت شوف انت شوف، ما الصوف ولا ما عرفتش الالياف منين جابوها، واش نباتيه، واش الجلود ديال الخنزير، ولا ما عرفتش شنو هذا الشيء. وعطي للمسلمين ياكلوا، عطي للمسلمين، ماشي عطي للمسلمين ياكلوا. وتا والله تا المسلمين عايشين بلا بيكم، المسلمين هما اللي غيبقاو عايشين بلا بيكم. ربي كبير معانا. شوف 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 شوف، ويلي ويلي ويلي، السم بعيني. كل خوتي اللي شاف هذا الفيديو يبارطاجيه، الله يجازيكم بخير.